بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، أرجو منكم ومن يشاهد هذا المقطع أن يدعو لهذا المريض المسكين الطفل سعد بن حسين بن محمد الأحمري، حيث أن هذا اليوم يكمل له عام كامل وهو على هذا السرير وعلى هذه الأجهزة كما ترون، ويتغذى عن طريق الأنبوب في البطن، وأيضا أجريت له عدة عمليات ولكن لم يستطع الطب كشف ما به ولا يعلم ما به إلا الله سبحانه وتعالى، حيث عجزوا عن تشخيصه واستخدموا معه جميع الأدوية، ولكن الله سبحانه وتعالى ليس بعاجز على شفائه، فهو وحده القادر على شفائه ويعلم ما به. فأرجو من الله ثم منكم الدعاء له بصدق بخالص الدعاء من قلب، فأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وألا يريكم مكروه، وأرجو من الله سبحانه وتعالى ثم منكم نشر هذا المقطع لأهل الخير والصالحين للدعاء له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.